شيع آلاف المواطنين من أبناء مركز ومدينة المنيا جثمان المقدم محمد وحيد حبشي من قوة جهاز الأمن الوطني بمحافظة الجيزة الذي استشهد على يد العناصر الإرهابية بالواحات. وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد سيدي أحمد الفولي بحضور عدد من القيادات الأمنية. وعقب ذلك أقامت مديرية أمن المنيا جنازة عسكرية الشهيد الواجب. وقد قال عصام البديوي محافظ المنيا إن عدد شهداء حادث الواحات الإرهابي من محافظة المنيا بلغ 5 من قوات الشرطة، منهم 2 من الضباط و3 من المجندين. وقال إنه سيقوم اليوم بتقديم واجب العزاء بدير مواس وملاوي وأبو قرقاص في شهداء الواجب. هم 5 شهداء، 2 من السادة الضباط، 1 من المنيا، و1 من دير مواس، و3 مجندين، 2 من ملاوي، و1 من ابو قرقاص. وان شاء الله بكره هنروح نعزي في دير مواس. السكرتير العام راح حضر الجنازه وانا هروح بكره اعزي في دير مواس، وهنزل على ملاوي وابو قرقاص اقوم بواجب العزاء سواء في لاسره الشهيدين في ملاوي او الشهيد في ابو قرقاص، ونعزي كمان الكنيسه في ابو قرقاص